نعم، الآن دكتور إسماعيل، بالنسبة للحراك الشعبي الجزائري، نظرة هذا الحراك لعبد القادر بن صالح، هل ستكون نظرتهم لعبد القادر بن صالح نظرة يعني رئيس غير شرعي يحكم الجزائر الآن، أم أنه بفعل أو بالرغم من الفتوى الذي أطلقتها المحكمة الدستورية هو باقي في منصبه؟ في اعتقادي أننا الآن أمام مشهد يجب على السلطة أن تضعه أمام أعينها وأن تتخذ الإجراءات الصحيحة واللازمة. هي الآن أن تتوجه إلى الشعب الجزائري وأن تذهب إلى حوار جدي للخروج من هذا النفق، من هذه البوتقة. الآن عندما نقول أن الآن بن صالح أصبح أمام هذا اللا شرع اللا قانون ولا اللا دستورية، نعم، إذن فنحن هذا 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 الوضع يدعو السلطة ويدعو النخبة السياسية جميعا إلى الذهاب مباشرة إلى حوار جاد لإيجاد المخارج. نحن نقول دائما مرارا وتكرارا أن الجزائر اليوم تعيش في حالة استثنائية، إذن فيجب أن تكون هناك قرارات استثنائية. فالنص الحالة النصوص التي تعالج الوضع هي نصوص تعالج الوضع الطبيعي، ولكن نعم، الجزائر اليوم تعيش في وضع غير طبيعي.